بدأت أركب اللودر من حوالي كده 4 سنين. أنا اضطريت إن أشتغل بسبب مرض والدي، برضو عايز مصاريف، وكان عندي إخوات البنات برضو 2 اتجهزوا واتجوزوا، وعندي برضو أختي في الجامعة بتحتاج مصاريف. الشغلانة اللي أنا فيها دي شغلانة شاقة بالنسبة يعني لبنت في الصعيد وكده. فعندنا هنا في الصعيد الناس في الاول كانت بتبقى مستغربه قوي ان في بنت بتسوق لودر وكده، فانا عادي تحديت العادات والتقاليد وهستمر زي ما انا برضو مستمره. انا وزباين عادي يعني بيوثقوا فيا كراجل. بقوم الساعة 6 الصبح، بنيجي هنا بناكل هنا، يعني ممكن نقعد لحد 9 بالليل. يعني لو في وقت فاضي كده وسط الشغل في النهار بقعد أذاكر وأستغل الوقت وأذاكر. يعني زملاتي لما بيبقوا رايحين الدروس أو مثلا طالعين يتفسحوا أو رايحين أي مكان، فأنا يعني بقول إن أنا في مسؤولية أكبر من كده. آية شالت معايا اللي ما يقدرش يشيله أي شاب، وتعبانة معايا برضو الحقيقة، يعني والله يعني على الدراسة بتاعتها برضو مقصرين سنة معايا، ما عايزة بس لومة العيش برضو والمسؤولية اللي هي وراها. أب عنده سرطان في الدم وتلات دعامات في القلب، وأخواتها البنات، ومعانا واحدة في التعليم برضو في أسوان، والحمل تقيل شوي. انا عندي صاحبتي آية احمد، لو مثلا في حاجه معينه في اي درس انا مش فاهماها، انا ما ببقى قاعده هنا في الشغل وهي بتبقى واخداها في الدرس وبتيجي تشرحها لي. بص يا آية، المستر يزن النهارده لما رحنا الدرس وانت ما كنتيش فادانا الورق ده وقال لي اديها تذاكره، وقال لي طب هي فين؟ قلنا له لا دي هي كان عندها شغل على الأوضة عشان ابوها تعبان، فهي قال خليها ترجع دي للامتحان وبكره امتحان انجليزي. ماشي، انا هكمل الدراسه وان شاء الله، يعني هو حلم بعيد بالنسبه لي ان هو ادخل كليه هندسه قسم ميكانيكا.